في الرابع من فبراير شباط 2016، وفي تمام الواحدة صباحاً وصل موريتسيو ماساري السفير الإيطالي في القاهرة إلى مشرحة زينهوم، حيث يقبع جثمان الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولاً على أحد الطرق السريعة. اقتيد ماساري إلى ثلاجة حفظ الموتى، حيث وضع جسد ريجيني فوق طاولة معدنية. بمجرد معاينته للجثة أيقن ماساري أن الساعات الأخيرة في حياة ريجيني كانت أسوأ من أن تحتمل. لقد تعرض لتعذيب وحشي لا يتحمله بشر. وفقاً لتقرير الطب الشرعي الإيطالي، فإن ريجيني قد تعرض لضرب سادي على مدى عدة أيام، واستخدم معذبوه السكاكين لنحت 4 علامات أو 5 على جسده، بالإضافة للكثير من آثار الحروق، ومات أخيراً عندما كسرت رقبته. يشير التقرير إلى أن من عذبه لديه خبرة كبيرة في هذا المجال. الغموض الكبير الذي أعقب الإعلان عن الحادث وحالة التخبط في تفسير ما حدث من قبل الأجهزة الأمنية المصرية جعلت السلطات الإيطالية تشير بأصابع الاتهام إلى السلطات المصرية. كانت القاهرة حريصة على طمس أي دليل يربطها بريجيني خلال الفترة منذ مساء 25 من يناير كانون الثاني 2016 وحتى صباح 2 من فبراير شباط من نفس العام، حتى أنها سارعت إلى تقديم التبرير تلو الآخر. ريجيني بنظر فرق البحث الجنائي المصري قتل نتيجة تواجده بمنطقة تعرف بممارسة أعمال الدعارة، والدليل على ذلك أن جثته وجدت ونصفها عار. ثم تغيرت الروايات المصرية إلى اعتبار القضية حادث سير عادياً، ثم تغيرت مرة أخرى إلى أن ريجيني كان ضحية عصابة متخصصة في سرقة الأجانب. لم يرى المحقق الإيطالي في هذه الروايات سوى محاولات من الجانب المصري لتحويل مسار التحقيق، وأن فريق المحققين المصريين غير مؤهل لتوضيح سبب وفاة ريجيني وتحديد الجناة الحقيقيين. دفع ذلك النيابة العامة في روما لفتح تحقيق مستقل في القضية وتحت إشراف نائب المدعي العام الإيطالي السيد سيرجيو كولايوكو. حصل فريق التلفزيون العربي على نسخة من تحقيق النيابة الإيطالية رقم 47807 على 20 نيابة روما الابتدائية، وكذلك محاضر الاستجواب التي تمت بحق المتهمين في مصر وشهادات الشهود في القضية. في هذا التحقيق سنفك شفرة الحقائق المدفونة في القاهرة حول جريمة قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني ومن واقع تحقيقات نيابة روما. اشتملت تحقيقات نيابة روما على مجموعة من الإفادات والاستجوابات التي أجريت بحق المشتبه بهم وشهود العيان حول ما حدث لريجيني في أيامه التسعة الأخيرة. وفق محاضر تحقيق نيابة روما، فإن نائب المدعي العام الإيطالي السيد سيرجيو كولايوكو قد وصل إلى نتيجة مفادها أن جهات التحقيق المصرية قد عملت على تشتيت المحققين الإيطاليين منذ اللحظة الأولى، وذلك بتقديمها مزاعم مختلفة لمقتل الباحث الإيطالي. الرواية الأولى التي اعتمدها المحقق المصري هي أن المكان الذي عثر فيه على جثة جوليو ريجيني بين طريق الإسكندرية الصحراوي وطريق صحراء الأهرام هو مكان تمارس فيه أنشطة الدعارة. ولتأكيد ذلك كانت الظروف المتعلقة بطريقة العثور على الجثة فقط بقميص وسترة وعارية من الخصر إلى الأسفل، وذلك لخلق الإيحاء بوجود دافع جنسي. لكن الحقيقة وفق ما توصلنا إليه هو أن الرائد مجدي إبراهيم عبد الله شريف كان قد طلب من النقابي العمالي عبد الله أن يقول لجهات التحقيق كذباً إن ريجيني طلب منه النصيحة في كيفية التعامل مع المرأة في مصر، وهو ما ذكره النقابي عبد الله نفسه في التحقيقات التي أدلى بها للأمن الوطني في 10 من فبراير شباط و30 من إبريل نيسان، لكنه تراجع عنها لاحقاً.
أما بخصوص ما بثه التلفزيون المصري من أن ريجيني كان قد تعرض لحادث سير، على العكس من ذلك فقد أوضحت الفحوصات الطبية القانونية التي تم إجراؤها في إيطاليا أن سبب الوفاة كان يعزى إلى ضربات قوية على الجمجمة وعنق الرقبة، مع ما يترتب على ذلك من قصور حاد في الجهاز التنفسي. لكن المناورة الأكبر التي اختلقها جهاز الأمن الوطني المصري هي قصة تلك العصابة المكونة من 5 أفراد، والتي وفقاً للجانب المصري قد قامت بسرقة ريجيني ثم قتلته، والذين ماتوا أثناء تبادل لإطلاق النار مع الشرطة المصرية يوم 24 من مارس آذار، وبذلك انتهت القضية بموت الجاني. يفجر الادعاء العام الإيطالي في هذه النقطة الكثير من المفاجآت، فيقول في محضر تحقيقات النيابة: هناك العديد من الشكوك حول الوجود الحقيقي لهذه العصابة، فبعد رصد الهواتف المحمولة للموتى 5 وجدنا أن هذه الهواتف لم تتصل أبداً ببعضها في أي فترة قبل تاريخ 24 من مارس آذار، فضلاً عن أنه بتتبع هذه الهواتف لم نجد أن مستخدميها سبق لهم التواجد في المكان الذي وجد فيه ريجيني. أما بخصوص المتعلقات الخاصة بريجيني والتي وجدت في منزل زعيم العصابة، فحيثيات الأمر تؤدي إلى الاعتقاد بأن البحث كان مفبركاً، فوفقاً للشاهد الذي يشار إليه في التحقيقات باسم شاهد زد، وعند سؤاله عن هذا الموضوع أفاد أن العقيد هندي أمر 3 أو 4 من أفراد الشرطة بالبحث داخل الغرف، وتقدم العقيد هندي نحوي حاملاً جواز السفر، وبينما كان لا يزال يقف معي في غرفة المعيشة أظهر لي فجأة بيده اليسرى جواز سفر لونه عنابي، وهو لون جواز السفر الإيطالي، ثم سألني إذا كنت أعرفه، وقلت هذه أول مرة أرى جواز سفر من هذا النوع، وأضفت: لكن ما نوع هذا الجواز؟ أعلم أن جواز السفر المصري أخضر. ثم قال: هذا جواز ريجيني الضحية المقتولة، قتله طارق مع التنظيم الإجرامي. إثر وصول جوليو للقاهرة بأيام قليلة تمت ملاحقته وتصويره أثناء قيامه بأعمال تخص بحثه الأكاديمي. هناك أشخاص دخلوا منزله في القاهرة، وأشخاص تواصلوا مع مالك المنزل الذي استأجره جوليو، وتم انتهاك حرمة أشيائه الخاصة وغرفته في القاهرة. وأشخاص آخرون أقنعوا بعض المقربين من جوليو في مصر لخيانته، حتى أن بعضهم كان ما إن ينهي مكالمته مع جوليو حتى يقوم بالاتصال بأجهزة الأمن المصرية. أظن أن الهدف الرئيسي هو التمويه والتشتيت لكي لا يتمكن الجانب الإيطالي من مواصلة التحقيقات أو التعمق في تفاصيل جريمة القتل وتفاصيلها وأسبابها والفخ الذي للأسف وقعنا فيه، وبهدف أيضاً قطع الأمل لدى الجانب الإيطالي في اتباع الطريق التي تجعل أي نية من الجانب الإيطالي لترك البحث عن حقيقة ما حدث والعدالة الحقيقية لجوليو ريجيني. التقينا الصحفية الوحيدة التي استطاعت التسجيل مع بعض أقارب تلك المجموعة التي وصفتها السلطات المصرية بالعصابة الإجرامية. هما ما كانوش أصلاً متواجدين، يعني في ناس اللي هو صلاح وسعد وطارق دول ما كانوش متواجدين أصلاً في القاهرة وقت حادثة جوليو ريجيني. دي ناس كان عندهم حالة وفاة في الشرقية اللي هي على بعد 4 ساعات من القاهرة، وكانوا بيعزوا، والإيطاليين اتأكدوا من ده بسبب عن طريق أرقام التليفونات بتاعتهم، إن هما فعلاً ما كانوش متواجدين في المناطق اللي جوليو تردد عليها وقت ما اتخطف ووقت ما جثته ظهرت. ابن مصطفى بكري قال لي ان هو شاف والده يوم الحادثة الصبح، دي اخر مرة شاف فيها والده، وان هو فطر معاه وراح جاب له فطار وبعد كده سابه ومشي.
لغاية ما مثلا في نص اليوم أو على الظهر في قوات من الأمن راحت لبابا يعني لمصطفى بكري على البيت، ودخلوا فتشوا الشقة وبهدلوها وكسروها، وبعدين قالوا إن هو عليه ضبط إحضار. كان لغاية اللحظة دي أسرة مصطفى بكري ما تعرفش إنه مات، رغم إنه مات قبلها بساعات. بس مصطفى عرف إن والده مات من أسرة إبراهيم، لأن هما الاثنين ساكنين في نفس الحي. فأسرة إبراهيم كلمته وقالوا له إنه والدك في المشرحة. لما راح المشرحة هو قال إنه والده واخد طلقات متعددة في جسمه، وإن كان فيه كسر في دراعه، أنا مش متذكرة أنهي دراع، بس كان فيه كسر في دراعه، وإن كان فيه علامات حز في إيده الاثنين، وإن علامات الحز دي تشبه حز الكلبشات. سيناريو قتل هذه المجموعة لريجيني لم يصمد حتى أمام النيابة المصرية، التي أعلنت في ديسمبر كانون الأول من عام 2020 عدم معرفة الفاعل في قضية مقتل ريجيني. لم يكن هذا التناقض الوحيد في الرواية المصرية الرسمية، فالنائب العام المصري صرح بأن ريجيني كان يخضع للرقابة الأمنية قبل اختفائه بمدة لم تتجاوز 3 أيام. لكن على الجانب الآخر، كان فريق التحقيق الإيطالي الموجود في القاهرة قد وضع يده على أول خيوط القضية. استطاع الفريق إثبات أن ريجيني كان تحت رقابة الأمن الوطني المصري لأكثر من 2 شهرين، وحتى لحظة اختفائه. في محضر التحقيقات، فندت رواية روما ما حدث مع ريجيني في تلك الفترة. في أعقاب شكوى مقدمة لمكتب الأمن الوطني من قبل رئيس النقابة المستقلة للباعة الجائلين في غرب القاهرة السيد محمد عبد الله، قام ضابط في الخدمة لدى جهاز الأمن الوطني في محافظة الجيزة بمتابعة ريجيني بشكل مباشر وغير مباشر منذ خريف عام 2015 وحتى مساء 25 من يناير كانون الثاني 2016. الضابط قام باستغلال سلطاته بشكل سيء، واستوقف الباحث في داخل محطة المترو وقام باقتياده رغما عنه لمقر قسم الدقي، ثم إلى مقر الأمن الوطني في لاظوغلي. غادر ريجيني شقته بعد ظهر يوم 25 من يناير كانون الثاني، وكان يعتزم ركوب قطار الأنفاق من محطة البحوث في حي الدقي بالجيزة إلى ميدان باب اللوق بالقاهرة لمقابلة صديقه الإيطالي جينارو جيرفاسيو، أستاذ الاقتصاد في الجامعة البريطانية بالقاهرة. وأثناء تواجده في محطة القطار تم القبض عليه واقتياده إلى قسم الدقي، وبعدها نقل إلى مقر الأمن الوطني في منطقة لاظوغلي ليختفي بعدها عن الأنظار. اهتمت إيطاليا بهذا الاختفاء المفاجئ لمواطنها، وأصدرت وزارة الخارجية الإيطالية بياناً حثت السلطات المصرية فيه على البحث عن الطالب الذي اختفى في ظروف غامضة. واعتبرت وزارة الخارجية أن هذا الاختفاء غالباً ما يحمل دلالة مأساوية. نفت الأجهزة الأمنية المصرية فوراً احتجاز ريجيني، وأعلنت أنها تبذل جهوداً مكثفة من أجل العثور عليه. على الرغم من الإلحاح الشديد الذي أبداه السفير الإيطالي في القاهرة موريتسيو مساري للقاء وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، فإنه لم يحصل على موعد معه إلا في 2 فبراير شباط فقط، أي قبيل اكتشاف جثة ريجيني. يحكي السفير الإيطالي في شهادته أمام البرلمان الإيطالي أن وزير الداخلية المصري كان مراوغاً خلال اللقاء، وأصر أنه ليس لديه أي معلومات عن ريجيني، ورفض تقديم أي تفاصيل عن الباحث الإيطالي المختفي. ليس لدينا معلومات عن ريجيني، فريق البحث يحاول الوصول لنتائج، كان هذا هو رد الأجهزة الأمنية المصرية حول اختفاء ريجيني.
من المؤكد أن مصر لا تقوم بالتعاون القضائي كما يجب لحل القضية. تجاهل الأمر بالتأكيد يجعلك تشعر بالدهشة، وهنا لا يوجد حتى السؤال في حد ذاته عن التلاعب بالأدلة، ولكن هناك على وجه التحديد الرغبة في عدم المضي قدما وتسليط الضوء على ما حدث. حول هذا تتركز المسألة الرئيسية. في الواقع إن مجلس النواب لا يزال قاطعا بشكل نهائي للعلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري. إحدى اللقاءات التي تركت انطباعا كبيرا عندي هي تلك التي عقدت في اليوم الذي تلا مباشرة اكتشاف جثة جوليو، عندما دعا وزير الداخلية آنذاك مجدي عبد الغفار إلى مؤتمر صحفي في وقت كنا بدأنا في الصحف الإيطالية نحكي ما حدث على الأرجح. أخبرنا دون أدنى شك أنه لم يكن لأي جهاز دولة أي علاقة بجوليو ريجيني، وأنه لم يتم إجراء أي تحقيق عنه، ولم يسبق لأحد أن تحدث مع جوليو ريجيني، وبالتالي لا يمكن افتراض تورط الوزارة والحكومة المصرية لا بشأن وفاة جوليو ولا اختطافه ولا بتعذيبه وقتله. في محضر تحقيقات نيابة روما، يؤكد فريق التحقيق على رواية أخرى مفادها أنه في حين أن الأجهزة الأمنية المصرية كانت تنفي علمها بأي شيء عن ريجيني، كان ريجيني وقتها داخل قسم شرطة الدقي. وبعدها نقل إلى مقر الأمن الوطني في لاظوغلي، واعتمدت نيابة روما على شهود جدد ضمتهم للقضية، وحفاظاً على سرية المصادر تم إعطاؤهم أسماء كودية هي الدلتا، إبسلون، جاما، بيتا. وفق محضر التحقيقات الذي حصلنا عليه ومطالعته، كانت شهادة دلتا وإبسلون هي الشهادة التي توضح الجهاز الأمني الذي تعامل مع ريجيني في فترة احتجازه الأولى وكيف تعامل معه جهاز الأمن الوطني المصري. يقول دلتا في شهادته: في يوم 25 من يناير كانون الثاني، وبينما كنت في مركز شرطة الدقي، كان من الممكن أن تكون الساعة 8 مساء أو 9 مساء على أبعد تقدير. وصل شخص ما كان بين 27 و28 من عمره، له لحية قصيرة وكان يرتدي كنزة صوفية ربما باللونين الأزرق والرمادي، إذا كنت أتذكر بشكل صحيح، مع قميص تحتها. لقد تحدث باللغة الإيطالية وطلب محامياً. أنا متأكد من أنه كان جوليو ريجيني. في الصور التي رأيتها على الإنترنت كان لديه لحية طويلة. وفي أحد ممرات قسم الدقي رأيت الصبي الإيطالي جيداً الذي وصل مع 4 أشخاص بملابس مدنية، وفي نفس الوقت رأيت أحد هؤلاء 4 يأخذ هاتفه في يده. علاوة على ذلك، بينما طلب ريجيني محامياً، تم إلقاء القبض على آخر حاول مساعدته، وتلقى كوعاً في وجهه من شرطي قال إن الصبي الإيطالي يتحدث اللغة العربية أيضاً. أما في شهادة الشاهد إبسلون: في ثكنات لاظوغلي عملت لمدة 15 عاماً في المبنى حيث مات ريجيني، أي في مقر الأمن الوطني الموجود بداخله وزارة الداخلية. في المبنى هناك 4 طوابق، وهناك الغرفة رقم 13. عندما يتم القبض على أي أجنبي يشتبه في تأمره ضد الأمن الوطني، يتم نقله إلى ذلك المكان. رأيت ريجيني في ذلك المكتب 13، وكان هناك أيضاً ضابطان وعملاء آخرون. لم أكن أعرف سوى الضابطين. عند دخول المكتب لاحظت وجود سلاسل حديدية يربطون بها الناس. كان نصف جسد ريجيني عارياً من الجزء العلوي،
وكان عليه علامات التعذيب، وكان يثرثر بلغته الإيطالية. كان هذياناً، كان فتى رقيقاً جداً، نحيفاً. كان مستلقياً على الأرض ووجهه معكوس. رأيته مقيداً اليدين بالأصفاد. لاحظت علامات احمرار خلف ظهره، لكن مرت 4 سنوات لا أتذكر تفاصيل. لم أتعرف عليه على الفور، ولكن بعد 5 أو 6 أيام عندما رأيت الصور في الصحف أدركت أنه هو. حين ذهبت إلى مصر للحصول على الملف المصري لم أتحدث مع أحد، وكنت قد عدت مباشرة، لكن في المطار تعرضت لإشكالية حيث تم أخذي إلى غرفة حدثني عنها الكثير من المصريين الذين تم احتجازهم من الأمن الوطني المصري في المطار. احتجزوا جواز سفري، وفي تلك الغرفة أو في الرواق المؤدي لها هناك العديد من الغرف الأخرى التي أظنها غرف احتجاز أيضاً. لم يتكلموا معي إلا باللغة العربية، وكانوا يدخنون في وجهي، ولم أقدر على فهم أي مما كانوا يقولون. ظننت لوهلة أنني لن أصعد على متن الطائرة التي أعادتني إلى إيطاليا. بعد بعض الوقت أتوا لي بجواز سفري، ورأيتهم يوقعون بعض الأوراق. أظنني قد تم ترحيلي من مصر أو أنهم اتهموني بأمر ما. في يوم 4 ديسمبر كانون الأول عام 2018 أدرجت نيابة روما 5 أشخاص من الأمن الوطني المصري كمتهمين في القضية، وكان في حيثيات القرار أن النيابة الإيطالية قد استقر لديها ما يكفي من الأدلة التي تدعم توجيه الاتهام لكل من: أولاً طارق صابر يحمل هوية عسكرية رقم 291/1984/19 برتبة لواء في الأمن الوطني. ثانياً آسر كامل محمد إبراهيم يحمل هوية عسكرية رقم 89/5 وهو عقيد حالياً ويعمل مديراً لإدارة التفتيش في مديرية الأمن بمحافظة الوادي الجديد، وكان يعمل حينها كمدير للبحث الجنائي في القاهرة. ثالثاً حسام حلمي يحمل بطاقة عسكرية رقم 270/1990 لا يزال في الخدمة لدى إدارة الهجرة والجوازات، وكان حينها تابعاً لجهاز الأمن الوطني. رابعاً مجدي إبراهيم عبد العال شريف لا يزال في الخدمة لدى جهاز الأمن الوطني. خامساً محمود نجم يحمل بطاقة عسكرية رقم 71,946 ضابط في الخدمة لدى إدارة الأمن الوطني في الجيزة. وفي هذا الإطار حصل فريق التحقيق بالتلفزيون العربي على الاستجواب الذي أجرته نيابة روما بالاشتراك مع النيابة العامة المصرية مع كل من الضابط شريف مجدي إبراهيم واللواء طارق صابر الضابطين بالأمن الوطني المصري، واللذين توليا مهمة تتبع ريجيني بشكل مباشر وبشكل غير مباشر عبر نقيب الباعة الجائلين محمد عبد الله. إنه في يوم 19 مايو أيار 2016 وفي تمام الساعة 11:30 في مكتب النائب العام، حيث تم تحديد الموعد المحدد لسؤال الضابط شريف مجدي عبد العال من قطاع الأمن الوطني في القضية رقم 643 من العام الإداري 2016 لمدينة 6 أكتوبر. وما هو الاستنتاج الذي أبلغكم به المدعو محمد عبد الله بعد لقائه مع المواطن الإيطالي جوليو ريجيني؟ أخبرني محمد عبد الله أنه التقى جوليو ريجيني في وسط المدينة، وأنه جلس معه في أحد المقاهي هناك، وأنه طلب منه المشاركة في مسابقة بحثية حول أوضاع الباعة المتجولين في مصر، وأن يعرض البحث على إحدى الجامعات الإنجليزية.
وأنه سوف يحصل أفضل بحث على جائزة قدرها 10,000 جنيه. طلب ريجيني من محمد عبد الله الدخول في المسابقة. متى قدمت نتائج مراقبتك على الضحية جوليو ريجيني؟ قدمت مذكرة تحتوي على نتيجة الفحص الذي تم إجراؤه للبلاغ في نهاية شهر ديسمبر كانون الأول من العام 2015، أي مباشرة بعد اللقاء الثاني بين محمد عبد الله وجوليو ريجيني. ما النتيجة التي توصلت لها بعد عملية المتابعة للضحية جوليو ريجيني؟ عقب اجتماعين عقدهما محمد عبد الله وجوليو ريجيني في ديسمبر كانون الأول من عام 2015، تأكدت من عدم وجود أي نشاط سلبي من جانب الإيطالي. في ظل رفض الإيطالي إعطاء المال لمحمد عبد الله، إضافة إلى موضوع جائزة المسابقة إذا فاز بها، رغم إصرار محمد عبد الله على طلب المال لما زعم من صعوبات مالية. ألم تجري أي تحقيق مع الضحية جوليو ريجيني؟ لا، لم يكن هناك تحقيق ميداني. مصدر معلومات الوحيد كان هو محمد عبد الله. ماذا لديك لتقوله عما أضافه السالف الذكر بأنه اتصل بك على الهاتف في 27 يناير كانون الثاني 2016 للإبلاغ عن عدم حضور الضحية جوليو ريجيني في الاجتماع المقرر عقده في 26 يناير كانون الثاني 2016، فأجبته أنت بأن لا يتصل بالمذكور حتى يتصل به؟ كل ما أتذكره هو أنه كان هناك لقاء مرتب بين محمد عبد الله وجوليو ريجيني في 26 يناير كانون الثاني من عام 2016، حسب ما قاله لي محمد عبد الله قبل أيام قليلة من الاجتماع، لكنه لم يتصل بي مرة أخرى من تاريخ 26 يناير كانون الثاني من عام 2016 حتى تاريخ 5 فبراير/شباط من عام 2016، أي بعد 2 تقريباً من اكتشاف جثة ريجيني، وطلب مقابلتي. وفي الحقيقة جاءني بتاريخ 5 فبراير/شباط 2016 في قطاع الأمن الوطني، وتحدث عن شكوكه حول مقتل جوليو ريجيني. ماذا لديك لتقوله بخصوص ما أضفته أعلاه والذي اتصلت به فيما بعد وطلبت منه الحضور إلى قطاع الأمن الداخلي لإعطاء معلومات عن الضحية جوليو ريجيني أمام أحد؟ وهل اتصلت به فيما بعد وطلبت منه الحضور إلى قطاع الأمن الداخلي لإعطاء معلومات عن الضحية جوليو ريجيني أمام أحد؟ هذا ليس صحيحاً، لكن صحيح أنني استدعيت محمد عبد الله في الفترة التي كانت فيها الاستجوابات الإيطالية بناء على طلبهم، لأنهم أرادوا استجواب محمد عبد الله. طلبت من محمد عبد الله أن يروي كل شيء دون إغفال أي شيء من كل ما حدث. في الواقع تم استجوابه بالفعل في مقر القطاع في الجيزة من قبل المحققين الإيطاليين. الضابط المسؤول عن التحقيق في مقتل جوليو ريجيني هو الرائد مصطفى الذي كان ضمن مجموعة المحققين في هذا الحادث. سلمت محمد عبد الله إلى الرائد مصطفى لأنه كان حاضراً مع المحققين الإيطاليين. هل لديك أي تعليقات أخرى؟ لا. يوم 4 من يونيو حزيران 2017 الساعة 12:05 في مكتب المدعي العام للاستماع إلى معلومات من الشاهد اللواء بالأمن الوطني طارق علي صابر، ما هو تخصصك الوظيفي بالضبط؟ أنا أشرف على مراقبة نشاط النقابات العمالية والمنظمات السياسية غير الحكومية والمنظمات التي تعمل بشكل غير قانوني أو رسمي على الأراضي المصرية بصفتي لواء بالأمن الوطني. منذ متى وأنت تعمل في هذا التخصص؟ تقريباً منذ 2 عامين. ما علاقتك بالرائد شريف مجدي إبراهيم عبد العال الضابط بالأمن الوطني؟ الضابط شريف مجدي أحد ضباطي في الدائرة. هل أعطيت مهام تحقيق أخرى بشأن جوليو لضباط آخرين؟ لا، كانت المهمة الوحيدة المعطاة هي للرائد مجدي.
وماذا كانت نتائج التحقيقات التي أجراها الرائد شريف مجدي بخصوص هذه المهمة؟ لقد تحققت من معلومات محمد عبد الله باتباع الأخير والحرص على التحقق من المعلومات التي أبلغ عنها. وأخيراً أحضر لي الرائد شريف ملاحظة غير رسمية حول نتيجة التحقيقات. ماذا تقصد بملاحظة غير رسمية؟ تتلقى إدارة الأمن الوطني الكثير من الأخبار التي يتم التحقق منها والتأكد منها من قبل ضابط الدائرة، والتي تقوم بعد ذلك بإبلاغ رؤسائهم بالدائرة بالنتيجة، والتي تحدث إما شفهياً أو عن طريق مذكرة غير رسمية مكتوبة إلى رئيس الدائرة فقط من أجل إبلاغ الرؤساء بالنتيجة التي تم التوصل إليها، يتم بعد ذلك تمزيقها أو تقطيعها. أما في حالة التأكد من المعلومات والأخبار فيتم إعداد تقرير رسمي عن ذلك إلى مكتب النائب العام. ما الذي ورد في الملاحظة التي قدمها لك الرائد شريف مجدي للفحص والنظر؟ هل يمكنك إخبارنا بالتفصيل؟ المحتوى كالتالي: أن وجود جوليو الإيطالي على التراب الوطني المصري لا يمثل خطراً على الأمن القومي المصري، وأن المعلومات التي أدلى بها محمد عبد الله حول نشاط جوليو لا أساس لها من الصحة. وفي يناير كانون الثاني من عام 2021 وجه النائب العام الإيطالي ميغيل بريستيبينو تهمة الاختطاف والتعذيب والقتل لكل من اللواء طارق صابر والعقيد آسر كمال والعقيد هشام حلمي والمقدم مجدي عبد العال شريف. لو كنت مكان أحد هؤلاء الأربعة أو أي شخص ضالع فيما حصل لريجيني سأكون مرعوبة، لكن إن قدموا إلى إيطاليا سنقدم لهم محاكمتنا وعدالتنا التي لا تحتوي على تعذيب ولا على القتل. لذا نحن نوجه نداء لكل الضالعين في هذه الجريمة أن يتقدموا، لن نعفو عنهم، لكن بتسليم أنفسهم سينقذون حياتهم. عند هذه النقطة كان يقين الادعاء الإيطالي راسخاً وفقاً للوقائع وشهادات الشهود ومحاضر الاستجواب بأن ريجيني قد تعرض للتحقيق والاستجواب والتعذيب داخل مقر جهاز الأمن الوطني المصري في الفترة ما بين 25 من يناير كانون الثاني 2016 وحتى 2 من فبراير شباط من نفس العام. في هذه الأثناء كان فريق التحقيق في التلفزيون العربي قد وصل لنتيجة جديدة تضيف كثيراً لتفاصيل هذه القضية. في أثناء عملنا على هذا التحقيق الذي امتد لشهور وصلنا إلى شاهدين جديدين يقدمان رواية جديدة تفيد بأن ريجيني قد شوهد داخل جهاز أمني آخر هو جهاز المخابرات الحربية المصري يومي 28 و29 من يناير كانون الثاني. وللحفاظ على سرية الشاهدين أعطينا للشاهد الأول اسماً كودياً شاهين، وأعطينا للشاهد الثاني اسماً كودياً الطبيب. لقد تعرضت للسجن في فترة حكم السيسي داخل السجون المصرية. قد تتفاجأ أني شاهدت جوليو ريجيني لأول مرة في المكان الذي كنت معتقلاً فيه، وقد شاهدته لأكثر من مرة وسمعت صوته في التحقيقات وأيضاً خلال التعذيب. جوليو ريجيني شاهدته لأول مرة يوم 28 من يناير والتاسع 29 من يناير تقريباً. شاهدته وهو خارج للتحقيق وكان مكبراً وكان واضحاً عليه آثار التعذيب، وسمعت جزءاً من التحقيق معه وليس كل التحقيق. تمكنت من سماعه بحكم أنه كان يحقق معه في المنطقة التي تقع خلف زنزانتي. ما أكد لي أنه جوليو ريجيني هو أنه دائماً عندما يحقق معك في هذا المكان يبدأ المحقق بسؤالك عن قصتك، قصة حياتك، فتبدأ أنت بالإجابة. سمعته يقول له: عرف عن نفسك. خلال العديد من المرات كان الضابط المصري يقول: يا جوليو، يا ريجيني،
وقتها لم أخذ الأمر على محمل الجد. ذات مرة وهو عائد من التعذيب أو في خلال التعذيب، سمعت شيئاً أثار انتباهي. قال له الضابط: اسمع، إيطاليا لن تنفعك بشيء، فلتعلم ذلك. أنت في هذا المكان لن يعلم أحد أي شيء عنك. إذا مت هنا لن يعرف أحد، حتى الجن الأزرق لن يعرف عنك شيئاً. استخدموا معه الصاعقة بالكهرباء، استخدموا معه أيضا أسلوب الترهيب بالكلاب، وهذه كانت من أكثر الأساليب التي شعرت أنها كانت تخيفه جدا. كان يصرخ بصوت عال، كان يبدو من صوته أنه يتعرض لألم نفسي شديد. شعرت وقتها أن لديه فوبيا من الكلاب، لأن ردة فعله كانت صعبة للغاية. أنا لا أبالغ حين أقول أن هذه اللحظات كانت أشد عليه من التعذيب الجسدي. اليوم الثاني للتحقيق والتعذيب مع ريجيني كان أشد من اليوم الأول. رأيته وهو خارج من التحقيق، كان عبارة عن قطعة من القماش لا يستطيع الحركة أو المشي. كان يتم سحبه من قبل السجانين. حتى اليوم مشهد خروجه من التحقيق لا زال عالقا في ذهني. هذا كان آخر مرة أراه فيها، وبعدها اختفى. المكان الذي كنت به وشاهدت فيه ريجيني يومي 28 من يناير والتاسع 29 من يناير هو المخابرات الحربية المصرية في مدينة نصر بالقاهرة، وهو سجن أمني وليس حكومي، لأنه سجن غير متعارف عليه ولا يعرف أحد به، وأغلب من كانوا محتجزين في هذا السجن هم مختفون قسريا، لا يعرف أحد عنهم شيئا. ورغم التأكد من احتجاز الشاهدين الجديدين لدى جهاز أمني مصري خلال تلك الفترة الزمنية، لم يكن من السهل تدقيق شهادة الطبيب وشاهين بأن جوليو ريجيني قد تم احتجازه واستجوابه وتعذيبه في مقر المخابرات الحربية المصرية يومي 28 و29 من يناير كانون الثاني. لذا رأى فريق العمل على التحقيق أن تشاركنا هذا التدقيق محامية أسرة جوليو السيدة أليساندرا باليريني. تواصلنا معها لهذا الغرض، وكانت لقاءاتنا بالشاهدين عن طريق وسائل اتصال مؤمنة للحفاظ على أمنهما الشخصي. يبدو من وصف المكان أن الشاهدين كانا في مبنى أمني مختلف غير مبنى الأمن الوطني بلا ظغلي الذي تشير التحقيقات إليه، وهو ما حاولنا معرفته من خلال الشهادة الثانية للشاهد شاهين. المكان الذي كنا فيه يبدو شكل المكان من الخارج، أو يظهر للناس على أنه مبنى عادي وليس سجنا. صحيح أنه يبدو عليه أنه مبنى حكومي، أو أنه مبنى تابع للحكومة أو الأمن أو المخابرات الحربية في مدينة نصر، لكن هذا هو الشكل الخارجي. لكن ما لا يعرفه أغلب الناس أن هذه مقابر للموت وليست عنابر أو مقرات احتجاز، هي أماكن لا تصلح للعيش فيها. أما بخصوص أماكن التحقيق فقد يتم التحقيق معك في الممر الخاص بالزنازين، وممكن خلف الزنازين في الغرف المغلقة أو في الغرف العلوية التي غالبا ما تكون غرف الضباط والمحققين وكبار المسؤولين هناك. ظهر لي أنهما صادقان، لدي خبرة طويلة في هذه المهنة، منها 5 سنوات في قضية جوليو. استمعت إلى الكثير من الشهادات التي خولتني أن أميز بين الصدق والكذب، وحتى في إجاباتهما حول أسئلة محددة التمست صدقهما ولم يطلبا مقابلاً لشهادتهما، ولم يكن هناك أي تناقض في حديثهما حتى باستخدام عبارات مختلفة، كل حسب وجهة نظره. المعلومات كانت متطابقة وذات مصداقية، إضافة إلى أنني حين سألتهما أسئلة محددة أعرف إجاباتها مسبقاً للتأكد من كلامهما، كانا يجيبان إما بإجابات صحيحة
أو كانا يقولان إنهما لا يعرفان الإجابة عن بعض الأمور أو لا يتذكران تماماً، لكن لم تكن هناك من قبلهما أي إرادة لإرضاء أسئلتي أو لياً بإجاباتهما. وأكرر، لقد التمست فيهما الصدق حتى استناداً للطريقة والحزن الذي برز عليهما. هناك ملف آخر ضد مجهولين، أي كل من كان مشاركاً، ونتمنى أن يكشف عن كل الأشخاص الضالعين في التجسس على جوليو واختطافه وتعذيبه وقتله والكشف عن جثته بتلك الطريقة والتضليل لاحقاً. توافقت تلك الروايات مع ما ذكره مراسل صحيفة التايمز في روما توم كينغتون، الذي قال في تقرير للجريدة إن مصادر أمنية مصرية سربت بعض ملابسات تعذيب ومقتل الباحث الإيطالي في القاهرة، قائلة إن مقتله جاء نتيجة للصراع بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية المصرية. تقول الصحيفة إنه بعد مراقبة اتصالاته بالنشطاء في النقابات الذين يعتبرون معادين للحكومة، اعتبر ريجيني جاسوساً ومثيراً للقلاقل، لكن بعد ذلك تقرر نقل ملف ريجيني إلى المخابرات العسكرية، الجهاز الاستخباراتي المنافس للمخابرات العامة. ووفقاً لمقال التايمز، فإن المخابرات العسكرية هي التي قامت بتعذيب ريجيني لكشف صلاته بالنشطاء والنقابات. يتوافق ذلك مع ما نشرته صحيفة لريبوبليكا الإيطالية يوم 6 نيسان 2016 لرسالة من مجهول أرسلها للسفارة الإيطالية في سويسرا. قال فيها إن لديه معلومات مؤكدة بأن ريجيني كان في مقر الأمن الوطني حتى يوم 27 يناير 2022، وهناك تعرض لتعذيب مستمر حسب الرسالة. ومنذ 28 يناير 2022، وفق مزاعم الرسالة، تواجد ريجيني في مبنى تابع للمخابرات العسكرية. أثناء تقصينا عن الرواية، ذكر لنا مصدر قضائي إيطالي رفيع المستوى أنه بالفعل قد وصلت للسفارة الإيطالية في سويسرا رسالة تحمل مزاعم حول بعض التفاصيل عن مقتل ريجيني وتورط أجهزة أمنية أخرى في قتله وتعذيبه، إلا أن المدعي العام الإيطالي رفض استخدامها كدليل لأنها لم تكن موقعة باسم شخص. في السنوات الأخيرة وصلت العديد من الوثائق مجهولة المصدر والتي تخبرنا بأشياء عن خطف وتعذيب وقتل جوليو. تلك التي تم إرسالها إلى السفارة الإيطالية في بيرنا هي واحدة منها، وهي بالتأكيد واحدة من أكثرها إثارة للاهتمام. لذلك تمت معالجتها من طرف القضاء الإيطالي، هي اليوم أكثر أهمية من ذي قبل، لأن هناك بعض العناصر التي بدت في البداية غير موثوقة، حيث تم العثور عليها بطريقة أو بأخرى. برأيي كل هذه الوثائق، أو بالأحرى جزء منها، لها خاصية مشتركة، إنها تتحدث عن أشياء حقيقية وسط بحر من الأشياء المزيفة. ماذا يعني هذا؟ يعني أن هناك أناساً يعرفون، هناك عملاء وسياسيون مصريون يعرفون بالضبط ما حدث لجوليو ويعرفون سبب اختطافه ومن أعطى الأمر بخطفه ومن وأين عذب ولماذا تعرض للتعذيب ومن ألقى جثته هناك وماذا أراد أن يفعل بجثته. تخبرنا هذه الوثائق بذلك، مثل تلك التي أرسلت إلى السفارة في بيرنا، وبالتالي يجب أن نستمر، يجب أن يكون لدينا الأمل في أنه عاجلاً أم آجلاً شخص ما سيكتب، سيقول الحقيقة الكاملة حول هذه القصة وليس فتاتاً من الحقيقة. هذا مسار اكتشفناه أيضاً نحن بشكل صحفي. لأنه في مرحلة معينة من هذه القصة يرسل شخص مجهول رسالة طويلة إلى سفارتنا الإيطالية في بيرن وكذلك إلينا في صحيفة الجمهورية. هذه الرسالة في الواقع تحمل نوعا من تكرار ما حصل بشكل تفصيلي للغاية.
حيث تمت الإشارة إلى مسؤولية المخابرات العسكرية، أو بالأحرى المسؤولية المشتركة للمخابرات العسكرية في الاختطاف، أي في الإدارة بعد اختطاف جوليو ريجيني وإخفاء سبب مقتله والصراع بين الجهازين الأمنيين المدني والعسكري على سبب مقتل جوليو، والإشارة أيضا إلى الطريقة في ذلك الصراع. ليس من الواضح ما إذا كان السبب الذي يتم من خلاله العثور على جثة جوليو أو التخلي عنها بطريقة أخرى سطحيا أو متعمدا. دعنا نقول على مستوى المعقولية، فهذا سيناريو معقول والذي من شأنه أن يفسر أيضا أسباب رفض مصر في السنوات الأخيرة حتى في مواجهة الأدلة. عدنا لمصادرنا في القاهرة، حيث أكد لنا مصدران مختلفان أن ضباطاً في جهاز الأمن المصري أكدوا لهما أن ريجيني خضع لاستجواب مع أكثر من جهاز أمني مصري، ومن بينها جهاز المخابرات الحربية. أثناء البحث حول هذه الرواية، كان علينا أن نتأكد أخيراً من المكان الذي احتجز فيه الشاهدان مع ريجيني والأشخاص الذين تولوا مهمة التحقيق معه وتعذيبه. أصبح لدينا الآن شاهدان جديدان ومتهمون جدد ومكان احتجاز جديد، لكن المزيد من التدقيق وبمشاركة من المحامية أليساندرا باليريني، اجتمعنا مجدداً مع الشاهدين برفقة رسام جنائي، واستطاع مع الرسام تقديم صور تقريبية لاثنين من الضباط، من بينهم مدير مقر الاحتجاز في مبنى المخابرات الحربية والضابط المسؤول عن المكان والذي كان برتبة لواء. وبذلك وصلنا لرسم تقريبي للأشخاص المذكورين في شهادات الشاهدين، لكننا نتحفظ على ذكر أسمائهم، وهم مدير السجن. وفقاً للشاهد فهذه صورة تقريبية له، أما الشخص الثاني ورتبته لواء فهذه صورة تقريبية له. وفقاً لشهادة الشاهدين فإن مكان الاحتجاز يقع في حي مدينة نصر شرق القاهرة، وتحديداً في الحي العاشر. تظهر هذه اللقطات عبر صور جوجل أن المكان الذي تحدث عنه الشاهدان يضم أحد مباني جهاز المخابرات الحربية. بعد إعادة قراءة الأحداث ومع ما أضافه الشاهدان الجديدان، استطعنا أن نضع تصوراً جديداً لما حدث لريجيني يومي 28 و29 من يناير كانون الثاني 2016. اقتيد الشاب الإيطالي من محطة مترو الأنفاق بالدقي إلى قسم الدقي، وتم التحقيق معه من قبل أفراد الأمن العام المصري. بعدها بساعات وصل فريق من الأمن الوطني، وتم اقتياد ريجيني إلى مبنى لاظوغلي حسب شهادتي إبسلون ودلتا. وخلال الأيام التسعة نقل ريجيني إلى جهاز أمني آخر هو مبنى المخابرات الحربية المصرية، حيث شوهد هناك يومي 28 و29 من يناير كانون الثاني، وهناك تعرض للتعذيب. بعدها عثر على جثة الباحث الإيطالي مقتولاً على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. وفي حالة من التشتت التي أصابتهم بعد مقتله، كان الحل الأسهل هو إلقاء الجثة في الشارع ليبدو الأمر وكأنه جريمة جنائية. سيكون من السهل على الأجهزة الأمنية اختلاق القصص والعناصر التي تكمل روايتها. باكتمال ملف توثيق الشهادتين، توجهت محامية أسرة ريجيني إلى مكتب المدعي العام سيرجيو كولايوكو وعرضت عليه ما تم التوصل إليه. أنا أعتبر أن هؤلاء الأشخاص موثوقون وشهاداتهم دقيقة ومتسقة، وبالتالي أنا واثقة من أنه يمكن أن يكون لها معنى مهم في الملف. لقد قدمنا للتو مذكرة وأقراصاً مضغوطة تحتوي على مقابلة مع شهود قالوا إنهم رأوا جوليو عندما تم القبض عليه من قبل بعض العناصر.
قاموا بالإدلاء بشهادة مثيرة عن الاستجوابات التي خضع لها جوليو، وقد قدمناها مع هويات لجنرال وعقيد كان داخل هذا المبنى الذي كان فيه الشاهدان وحيث شوهد جوليو قبل وبعد الاستجوابات. على الفور طلب الادعاء الإيطالي تقديم هذه الشهادات بشكل رسمي، ووجه للتلفزيون العربي دعوة قانونية للمثول أمامه مباشرة وتقديم هذه الشهادات. سافر إلى روما أحد أعضاء فريق العمل بالتلفزيون العربي متوجهاً إلى مبنى وزارة العدل الإيطالية، حيث يقع مكتب نائب المدعي العام الإيطالي والمحقق الرئيسي في قضية جوليو ريجيني. وعقب هذا اللقاء بعدة أيام أعلن مكتب المدعي العام تقديمه 3 شهود جدد في القضية، من بينهم الشاهدان اللذان تقدمنا بهما، فيما أصدر والد الباحث الإيطالي ومحاميته أليساندرا باليريني بياناً صحفياً قالوا فيه: تم التواصل مع شاهدين أساسيين أضاف عناصر مهمة لهذه الفسيفساء المؤلمة من الحقائق التي كنا نحاول جمعها بلا هوادة منذ 5 سنوات. من الواضح إذا تم تسليم وثيقة أخرى هذا يزيد إثبات ما نعتقد أنه قد حدث على الأرجح، وبالتأكيد هذا ما أدخله المدعي العام في روما في السجل قيد التحقيق مع بعض مسؤولي الأمن الوطني، فهذا موضع ترحيب لأنه يعني أننا أقرب إلى إلقاء الضوء الكامل والحقيقة الكاملة، وهو ما نريده 100% كدولة إيطالية وكمواطنين إيطاليين. في الوقت نفسه لم تكن أسرة جوليو ريجيني تشعر بالدعم الكافي من الحكومة الإيطالية بسبب زيادة مبيعات الأسلحة بين روما والقاهرة. فقبل حادثة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وتحديداً عام 2016 كانت قيمة مبيعات السلاح الإيطالي لمصر تبلغ 7,100,000 يورو، في حين بلغت 871 مليون يورو عام 2019، وهو ما دفع أسرة ريجيني للتقدم بدعوى عنوانها أولياء الدم في القصاص، دعوى رقم 32479 على 16 ضد الحكومة الإيطالية. وفي داخل الدعوى تتهم أسرة ريجيني الحكومة الإيطالية بالتواطؤ مع النظام المصري بعد موافقتها على بيع سفينتين حربيتين من نوع فريم. حصل فريق العمل على نسخة من هذه الدعوى والتي استندت على أن السلطات المصرية ما زالت حتى تاريخ إقامة الدعوة تصر على رفض تزويد جهات التحقيق الإيطالية بالمعلومات والوثائق المطلوبة في قضية مقتل ريجيني، وأنه وفقاً لما سبق فإن تصدير الفرقاطتين العسكريتين إلى الحكومة المصرية يشكل انتهاكاً واضحاً للحظر المشار إليه في البند ألف الفقرة 6 من القانون 185 على 1990. أجل، في الماضي صادراتنا كانت أكثر تواضعاً، لكن في الآونة الأخيرة لاحظنا أن هناك ارتفاعاً جنونياً في حجم الصادرات من الأسلحة نحو مصر. وصلنا إلى 861 مليون يورو في سنة 2019، وفي 2020 وقعنا صفقات تتراوح بين 13 و11 مليار يورو. وما يقلقنا فعلياً أننا لا نعلم إن كانت الحكومة الإيطالية تقوم فعلاً بمدنا بالمعطيات الكاملة حول هذه الصفقات والأسلحة التي تم بيعها فعلاً للجانب المصري أم لا، لأنه يوجد صفقات لبيع أسلحة خفيفة وصغيرة وأجهزة إلكترونية قد يمكن استخدامها للقمع في التراب المصري، وهذا أمر مقلق جداً لنا. نريد من الحكومة ألا تبيع مبادئنا وكرامتنا كدولة ديمقراطية، وإلا فسنكون تماماً مثلهم. لا يمكننا أن نفكر بمد أيدينا إلى الطغاة دون أن تلطخ بدماء الأبرياء. إن أردنا أن تبقى يدنا نظيفة يجب علينا التوقف فوراً عن مدها إلى الطغاة والقتلة. نريد منها أن تقوم بأفعال حقيقية تجاه قضية ريجيني
وهذا قام به فعلياً رئيس البرلمان فيكو، إذ إنه قطع العلاقات تماماً مع البرلمان المصري، وحين كان في مصر وتحدث إلى السيسي لم يرد إلا الحديث عن جوليو، ولم يترك مجالاً لأي حديث آخر. أنا مقتنع بأن البرلمان الإيطالي يمكن أن يعمل قبل كل شيء على قانون أكثر تقييداً بشأن مسألة التسلح وبيع الأسلحة، وأنا مقتنع بأن هذا التفكير يجب أن يندرج في قانون أكثر صرامة وأفضل. لكنني أختلف على الرغم من التفهم جيداً قضية الجيوسياسية لليبيا المتمثلة في الإرهاب والهجرة، وبالتالي فإن دور مصر مهم أيضاً، ولكن لا يمكن تجاوز حقوق الإنسان، وإذا لم تتصرف الدولة بالطريقة الصحيحة ولا تريد أن تقر بالحقيقة بشأن مواطننا الذي اختطفه الأمن الوطني وقتله، فلا شك أن القوانين يجب أن تكون أشد وأهم من قبل البرلمان الإيطالي. في يوم السابع من فبراير شباط 2016 وصل جثمان ريجيني إلى مطار روما. كان المشهد الأصعب على باولا ريجيني والدة جوليو التي قالت: لن أقول لكم ما فعلوا به، فقد تعرفت على ولدي فقط من خلال طرف أنفه، أما الباقي فلم يعد هو. رأيت كل عيوب العالم في وجه جوليو، فلم نشهد تعذيبا كهذا منذ حقبة محاربة الفاشية. في يوم 12 من فبراير شباط، وفي جنازة مهيبة استضافتها بلدية فيوميتشلو الإيطالية، دفن جثمان ريجيني، ودفنت معه الكثير من الحقائق التي حاولنا خلال هذا التحقيق نبش بعض منها.